السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في مقطع جديد. اليوم في تجربة مختلفة مع لكسس الاس 460 موديل 2012، سيارة تأتي بساعة محرك 4.8 بقوة 308 حصان. يمكن لهذه السيارة انطلاق من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.7 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة. والحين راح أدخل السيارة وأجرب متعة القيادة فيها. بسم الله وعلى بركة الله، وأكيد لازم نلبس حزام الأمان. السيارة تحتوي على ثبات عالي في الطريق ويوجد بها عزل عالي. الآن أنا أقود في شارع سلطان قابوس، أحد أشهر الشوارع في مسقط وعمان عامة. والحين راح أجرب وضعية سبورت وأشوف التسارع الرهيب لهذه السيارة الجميلة. القيادة الليلية الرائعة مع هذه السيارة الجميلة. هذه كانت مجمل جولتي لليوم، وحياكم الله.